السلام عليكم. سيدتي بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لدرس جديد، هو الدرس 27 من الوحدة السادسة، المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني. إذن عنوان درس اليوم العمليات الحسابية الجزء الثاني، الحصة الثانية، أوبيراسيون سيغ لي نومبر دوزيام بارتي. الأهداف التعلمية: أقرأ وأكتب وأقارن وأرتب الأعداد من 0 إلى 99، أتعرف القيمة المناسبة لعدد معين، أحصر عددا بين عددين صحيحين، لنبحث ونطبق. باع أحد القرويين في السوق الأسبوعي 5 دجاجات بثمن 96 درهما للدجاجة الواحدة، وبيضا بثمن 89 درهم، واشترى خضرا وفواكه بمبلغ 109 دراهم. اذا كم درهما بقي عنده؟ اذا قبل ما نعرفوا كم درهم بقي عنده، نحسبوا ثمن الدجاج، ثمن باش باعي به الدجاج، نضيفوا ليه ثمن البيض، وفي الاخير نقوموا بطرح المشتريات من الثمن اللي باع به. اذا ثمن الدجاج هو اول شيء، 96 في 5 باش نعرفو ثمن البيض، غنديرو 96 ضرب 5، 6 في 5 30، 0 واحتفظو بثلاثة، 9 في 5 45، والاحتفاظ 48. إذا ثمن البيض هو 480 درهما. ثاني شيء غادي نضيف ثمن البيض على ثمن البيض على ثمن الدجاج، عفوا ثمن الدجاج على ثمن البيض، ثمن الدجاج على ثمن البيض. إذا 480 درهم زائد 89 درهم هو ثمن البيض. صفر زائد 9 9، 8 زائد 8 16، 6 واحتفظ بواحد، 4 زائد 1 5، إذا 569، 569. الآن الثمن اللي باع به البيض والدجاج غادي نقصو منه ثمن المشتريات، اشترى خضرا وفواكه 109 دراهم، إذا غناخدو 569 درهم ناقص 109، إذا 9 ناقص 9 0، 6 ناقص 0 6، 5 ناقص 1 4، إذا بقي له 460 درهما، بقي له 460 درهما. أضع وأنجز العمليات المكتوبة على إطار الصورة، لأن الجمع عندنا الجداء، إذا 387 زائد 79، 7 زائد 9، إذا 7 زائد 9 16. ما ننساش دائما الوحدة تحت الوحدة، العشرة تحت العشرة، المئة تحت المئات، 16، 6 واحتفظ بواحد، 8 زائد 7 15، الاحتفاظ 16، 3 زائد لا شيء 3 والاحتفاظ 4، إذا 466، 37 ضرب 26، 7 في 6 42، 2 واحتفظ بأربعة، 3 في 6 18 والاحتفاظ 22، نضع النقطة، 2 في 7 14، 4 واحتفظ بواحد، 2 في 3 6 والاحتفاظ 7، 2 زائد لا شيء 2، 2 زائد 4 6، 2 زائد 7 9، إذن 962. مئة وتسعة ضرب 8، 9 ضرب 8 72، 2 واحتفظ بسبعة،
8 ضرب 0 0 والاحتفاظ 7. 8 في 1 8، اذا 872. 712 زائد 183. 2 زائد 3 5، 1 زائد 8 9، 7 زائد 1 8. 8. ننتقل للسؤال الثاني. أكمل إنجاز العمليات بإضافة الأرقام الناقصة، إذن عدد كنضربو في 4 كيعطيني 8، إذن 2 في 4 8، 2 في 4 8، 4 في 0 0، إذن 4 كنضرب واحد العدد كيعطيني 4 اللي هو 1. هنا عندي عملية الطرح، إذن عدد كنطرحو من 9 كيعطيني 1، إذن هو 10، إذن غندير 0، أحتفظ وأعيد الإحتفاظ، 10 ناقص 9 1، 7 ناقص 7 0، إذن 8، نحسب من 6 حتى 8 شحال غنلقى؟ 6 7 8، إذن 8 ناقص 2 6. ستة زائد سبعة ثلاثة عشر، ثلاثة عشر زائد ثمانية 21، واحد وأحتفظ باثنان، إذن تسعة زائد ثلاثة 12، زائد اثنان الاحتفاظ 14، إذا خصنا نوصلوا لعشرون، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، إذن هي 6. 0 وأحتفظ باثنان، اثنان زائد واحد 3، 3 زائد اثنان 5، إذن 5، شحال غنضيفو لها باش نوصلو لتسعود؟ 5، 6، 7، 8، 9، إذا غنضيفو لها 4. أضع علامة تحت الوضع الخاطئ، إذا لاحظوا معايا، عندي هنا عملية الطرح، وحدة تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، إذا الوضعية صحيحة. لاحظوا معايا العملية الثانية ديال الطرح، العملية الثانية ديال الطرح، الوحدات محطوطة تحت العشرات، إذا هذا الوضع خاطئ، هذا الوضع خاطئ. بالنسبة للعملية الثالثة، عملية الجمع، إذا الوحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، إذا الوضعية صحيحة. معجمي الجمع لاديسيون، الطرح لا سوستراكسيون، الضرب لا ملتيبليكاسيون، المجموع لا سام، الفرق لا ديفيرونس، الجداء لو برودوي. جو ريبيت، الجمع لاديسيون، الطرح لا سوستراكسيون، الضرب لا ملتيبليكاسيون، المجموع لا سام، الفرق لا ديفيرونس، الجداء لو برودوي. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم، اضرب لكم موعدا في فيديو قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.